عبر سكايب. للمزيد من المتابعة من لندن ينضم إلينا عبدو جمال مراسل إكسترا نيوز في بريطانيا. عبدو، أرحب بك معنا في هذه النشرة. أهلا بك نانسي وكل مشاهدينا. نعم، بشكل عام دعني أبدأ معك بآخر المستجدات البريطانية، تفضل. نعم، من المقرر غدا أن تبدأ المرحلة الأولى لتخفيف الحظر التدريجي وهو يوم الأربعاء. من المقرر أن يذهب العاملون إلى أعمالهم والذين لم يستطيعوا العمل من المنزل، وأيضا من المقرر أن تفتح الحدائق العامة أمام البريطانيين، وهو يأتي ارتفاع حالات الوفيات بنسبة 8000 حالة. هذه الأرقام لم تضف لأنها وقعت في دور عائد المسنين من بداية شهر مايو حتى 9 مايو، ولكن أضافها اليوم مكتب الإحصاءات الوطنية، فقفز العدد من 32000 حالة وفاة إلى 40000 حالة وفاة. ولكن أنوه أيضا إلى أن اليوم هو شهد أكثر من 620 حالة وفاة، وهو الرقم الأكبر خلال الأسبوعين الماضيين، ويأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من الخطة التي ستطبق بداية من الغد. الخطة التي شملت 50 صفحة تناولت 3 مراحل. المرحلة الأولى ستبدأ من الغد، والمرحلة الثانية ستكون في بداية شهر يونيو بفتح المدارس الابتدائية وتبعها الثانوية، وأيضا المرحلة الثالثة ستمتد إلى شهر يوليو، حيث من المحتمل أن تفتح المطاعم ودور السينما وأيضا صالونات التجميل وغيرها. طيب دعني ربما أركز معك على هذه النقطة عبدو، يعني تفضلت بالذكر أن إعادة فتح المنشآت البريطانية تعود تدريجيا بداية من الغد. السؤال الآن، يعني هل الوضع في بريطانيا مؤهل لعودة الحياة مرة أخرى؟ وإن كانت الإجابة أن عجلة الاقتصاد يعني يجب أن تدور، هل الوضع الآخر مؤهل إن كنا نتحدث عن الحدائق، المتنزهات، دور السينما وما شابه؟ لم تتجاوز بريطانيا الاختبارات الخمس التي وضعتها لنفسها حتى تقوم بفتح عملية الحظر، وهو ما أثار انتقادات واسعة بعد إعلان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني عن خطته، وهو ما أيضا أثار انتقادات من الشعب البريطاني ومن البلدان الأخرى كاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، يعني التي لم تفتح بعد عملية الحظر، وحيث مددت اسكتلندا 3 أسابيع أخرى. هذه الانتقادات خلقت أزمة من الثقة بين الحكومة البريطانية والشعب البريطاني بالنسبة للارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات وحصيلة الإصابات، وأن بريطانيا لن تتمكن من الاختبارات الخمسة التي وضعتها، وهي التأكد أولا من انخفاض عدد الوفيات وانخفاض عدد الإصابات وإجراء الاختبارات الشاملة، ولم تتمكن بريطانيا حتى الآن من هذه الاختبارات، بل أرسلت ما يزيد عن 50000 اختبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفحصها في المعامل الأمريكية لعطل في المعامل البريطانية، وأيضا لابد أن تختبر الرعاية الصحية والمجال الصحي ووزارة الصحة بشكل عام من أنها قد تكون جاهزة لموجة أخرى من فيروس كورونا، وهو ما حذر منه الخبراء منذ قبل أن الحالات ستصل إلى 40000 حالة وهي وصلت. نعم عبدو، يعني على كل حال سنتابع معك آخر المستجدات البريطانية على مدار الأيام القادمة، وكيف سيؤثر هذا الفتح الجزئي لبعض المرافق والمنشآت على الداخل البريطاني. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكاي من لندن عبدو جمال مراسل إكسترا نيوز في بريطانيا، شكرا لك.